السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. الزمكان 2024 في مدينة إمبراطورية من المدن اللي قليلة فيها العيون الأجنبية، في واحد الحي شعبي وبالضبط في نهاية واحد الزنقة من الزناقي الضيقة، كان فران ملاصق مع حمام سميتهم بجوج حمام ولا فران أمي الياقوت. فهذاك النهار حمام الياقوت ما كانش في الحالة ديالو الطبيعية، كانت الحرارة تحت طلب زايدة نغزة باش الضبابة تعمر بيت السخون وتحد ما يقدر يتمغط ولا يتكسل من كثرة السخونية. البرمة كانت حدا الدخلة عامرة غير بالسخون بوحده وتحد ما قدر يزعم عليها، مكشافين غير الماء ديال الروبينيات المنتشرة للبيوت الأخرى. كل روبيني سخون حدا واحد بارد تتلقوهم بجوج في نفس السطل تبردوا القضية. فهذاك النهار الحمام ما كانش مجرد حمام لشي تحمحيمة، بل كان مسرح لعوالم سرية مستحيل شي جهاز تصنط في هذه الكرة الأرضية يتصنط عليها، واش عندها بعدا ما تسجل حدا البرمة صوتك أصلا تخرج مكودي من المصدر بحال أصوات النجوم فاش تسرطها الثقب الأسود. في اللقطة كدوز على غابة من الأرجول مدوراها حدود وهمية بالسطولة، عاد كتدخل لبيت السخون بوحدهم واحد الجوج جالسين في القنت هما اللي قدروا يستحملوا هذيك الحراره. هذا المشهد المكي تحكي غير بشويه ظهر دا ابراهيم العامر بالجروح واللي يلاه رجع من ادغال افريقيا من واحد المهمه سريه. المكي كانت يوشوش ودن دا ابراهيم على العمليه الجديده، عمليه تسمات بالقبه البخاريه، قال لي على كاع تفاصيل فودنيه وحتى على هذاك الجهاز اللي غيدي معاه، قال لي بانه غادي يلقاه في الكوفر ديال الطوموبيل ديالي. كاع التفاصيل تسجلات في دماغ دا ابراهيم، شلل ودار الصابون وشامبوان وعاود شلل وتعانق مع المكي اللي ما شافو من ايام المصبانه، وقال ليه تهلا ودير مضلة وخرج هو الاول. دا ابراهيم غادي يلقاه في الكوفر ديالو براد، هو براد لكن في الحقيقه ماشي بحال اي براد، هذا اخر ما غناش امي كلثوم في تكنولوجيا الارسال والاستقبال. براد صنعته هذيك المجموعة الثانية من الطلبة اللي تعطاهم يخدموا على بروجي متعلق باستقبال وإرسال الإشارات للأقمار الصناعية في جامعة محمد السادس اللي قرا فيها الحسن الثالث، واللي المجموعة الأولى كما شفنا في حلقة سابقة صوبوا هذيك البولات وهذه المجموعة صوبوا البراد. هذا البراد تا هو خدام بالذكاء الاصطناعي، ظاهريا تسخن الماء بالأويس بي وفي الغلاقة القبة ديالو تما فين كاين الخدمة والحكمة. إلا تحلات كيولي البراد بحال شي بارابول تيصيفط بهذيك التقمقيمة الإشارات. دا إبراهيم غيلقى حدا البراد واحد الجوا صغير فيه ورقة مكتوبة فيها ليستة ديال الأسماء والعناوين، اللي قراها تيقراها عادي لكن هي في الحقيقة مكتوبة بالشفرة عارفها غير هو، وهي عبارة على عناوين وأسماء أخرى. دا إبراهيم بعد ما قاد الخطة ديالو غادي يطير الميريكان وغادي يدور على كاع هذيك العناوين واللي كانوا 18 عنوان منتشرين في كاع الولايات المتحدة الأمريكية، والمطلوب كان هو يمشي حتى هذيك العناوين ما يفوتش 200 متر د البعد يحل البراد ويوجه القبة ديالو للعنوان المقصود ويخليه محلول هذيك المدة اللي تقالت ليه. وبطبيعة الحال دا إبراهيم خبرة وتجربة بلا ما توصي على كيفاش يدير ليها. البراد المربوط بالأقمار الاصطناعية ملي كيتحل تصيفط الإشارات وكتعاونو كاع الأجهزة الذكية اللي في طريقه ومربوطة بالويفي حتى توصل للهدف، والهدف هو أن كاع هذيك الأجهزة اللي في هذاك العنوان تبقى تطلع عليهم مرة مرة في أي دومين وبتقنية الذكاء الاصطناعي داكشي اللي بغاو وفوسطو المغرب. مثلا شي مرة كان عزيز عليها شي ممثلة وداكشي ديال الطبخ، أطلع عليها هذيك الممثلة كتهضر على الطبخ المغربي والإنبهار ديالها بيه. شي دري مثلا عزيز عليه داكشي ديال فنون القتال، غيطلعوا لي مقاطع ديال اللقاءات فيها ابطال عالميين معروفين بحال مايك تايزن حتى هما منبهرين بالمقاتلين المغاربه. شي وحده متبعه شي مؤثره ولا شي مقدمه مشهوره حتى هي تيطلعوا عليها نفس الديكورات بحال المقدمه الشهيره اوبرا.
What a magnificent place, Morocco. What magnificent people, culture, art, history. You were in Morocco. Yes, I just thought it would be nice to create an experience. You know, we live busy lives and travel for work. Yep. That's a real camel ride. That's a real camel ride in the sunset. And I invited quite a few friends, and I didn't know that they were this time in Morocco. Yeah, do you immerse yourself in the culture when you go there? Yeah, try your food, meet the people. Yeah, I do. And that's, you know, there's no better way to meet people than to work with them. Yeah. And you really get to know people when you're... We're just in Morocco. I was, yeah. I'm a big fan of the place. It's known for its incredible markets. Yeah. Did you get to do any shopping? Oh, yeah. That's kind of all I did there. I was in Marrakesh, which was one of the coolest places I've ever been. I've been lucky to travel a lot, but that, I don't know. I could live there in a minute. I feel like it's, there's something about it really magical and intoxicating. And I did a lot of shopping. And the thing about... اللي مهتم بالسياسة تطلعوا لي تاهو مرة مرة أوباما ولا بايدن تقولوا لي أن المغرب هو أول واحد اعترف بأمريكا. The first nation to recognize my country was Morocco. بنفس الرسم الخطة غتبقى خدامة والمغرب غيبقى يدخل لهم في الدم. وبنفس المنطق لهذوك السياسيين غتبقى تدخلهم حتى الأخبار ديال الجزائر مرة مرة. مرة تبون توصي بمحاربة الدولار، مرة تطلب من مصر باش تفتح ليه الحدود بمهاجمة إسرائيل، ومرة الجزائر تقاضي ترامب بسبب المتحول أيمن خليف. البريكس، منظمة البريكس تساعدنا في التنمية أكثر من ما ساعدونا إلى يومنا هذا كل المؤهيات المالية الدولية وهذه. لا بنك تاع لي بريكس اليوم لا دوتاسيون تاعها في 100 مليار دو دولار اكثر من لا بنك مونديال واكثر من اكسوم وتمول المشاريع تاعنا وندخلوا في التنظيم تاعهم وسياسيين كنا منضمين لبعضنا بعض قوه متفقين بالتقريب حتى قبل ما نتشاور متفقين على اكبر النقاط اللي تهمنا فيما يخص الوضع الدولي الوضع الدولي مضطرب جدا ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير دولار وغير أورو وغير أولا وهذا فيه فائدة كبيرة لاقتصادنا ونقسم لكم بالله العلي العظيم يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة عندنا ما ندير وراني توعدت والجيش راه جاهز مجرد ما يحلونا الحدود هذوك 18 واحد اللي كانوا في الليستة كانوا 18 شخصية من المقربين والمقربات من ترامب والدائرة الأولى في الحملة الانتخابية دياله وبتأثير غطاية البراد غادي يعرفوا هذاك المتحول وغادي يحطوا كاع بالدرابو ديال بلاده في قلب الحملة الانتخابية كإعلان مكتوب فيه هلاش بغاو يوصلونا الديمقراطية وحتى هذيك الوصلة الإشهارية الرئيسية ديال كاع الحملة ديال ترامب كاع ما نساوه وحطوه وسطها 4 years ago we took a wrong turn and lost our purpose we lost the strength that makes Americans who we are if we dared to speak the truth it was called hate speech and our values were labeled shameful that's when everything we care about fell apart we surrendered our borders our paychecks and our courage. Our patriotism was called toxic. Men could beat up women and win medals, but there was no prize for the guy who got up every day to do his job. Now we're being asked to settle for the way things are. And we're wondering if America can make a comeback. We can, because we've done it before. When we get knocked down, we don't stay down, we get up again. We fight. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. راه تلوحة وتهرب أمري الصديق بكل ما كتحمل الكلمة من معنى.
اليوم كاع امريكا كتعرف انه كاين واحد البوكسور راجل تيدابز مع العيالات، وتسول اي واحد على الجزائر ولا فين جات تحد ما غادي يعرفها. لكن بالتاكيد هذوك اللي في الليستة عارفين فين مشات ومنين جات وشنو كلات وحتى فين نعسات. مالين هذيك العناوين سلطات عليهم هذيك الاشارات ديال البراد على اساس ان واحد فيهم اكيد هو اللي غادي يختار ترامب باش يكون وزير الخارجيه ديال الحكومه ديالو. وفعلا التعذيبه ديال دابراهيم حتى فلوريدا ما كانتش فابور، حيت روبيو غادي يتعين في هذاك المنصب، ومراته وولادو من دابا راهم برزطينو وموصينو الى مشى للمغرب والو خاصهم يديهم معاه. هذا روبيو امولاي صديق ماشي هو بلينكن، هذا رجل امني اكثر من دبلوماسي، بحال ترامب تاجر اكثر من سياسي. هذا روبيو امولاي صديق كان هو نائب رئيس لجنه الاستخبارات في الكونغرس، يعني عارف كاع داك الملفات اللي كانت تحت طبله وتمشي للراس ديريكت بلا دبلوماسيه. هو اللي كان طالب على ليبوك في 2022 فاش كان ترامب كاع غيتشد في الحبس والمصير ديالو مجهول، طالب بفرض عقوبات على الجزائر، وديك الساعه مسكينه كانت كتشري غير السلاح من روسيا، والسبب اللي قال انها بالشراء ديال هذاك السلاح كتروج صناعه الاسلحه في روسيا والاقتصاد ديالها اللي كانت تحت العقوبات. طالب هذا الشيء فاش كان المصير ديال ترامب مازال مجهول. داك الشيء علاش الصدمه ديال الحصول ديالو على حقيبه وزاره الخارجيه راه كانت اكثر من اعاده انتخاب دونالد ترامب. دابراهيم غير سال المهمه، جمع الدوزان ديالو ومشى نيويورك يفوز فيها شويه بعد ما كان طلب من الاداره باش يعطيه كونجي واجلاسه حتى يقوم بالعمليه. وهو تيدور في نيويورك غادي يتصل به المكي وقال ليه منيتك اسميتك واش حنا ديال الكونجي، وقال ليه ما تنساش تدوز حدا الامم المتحده، حل لهم هذاك البراد وقلب في لي دوني غتلقى واحد الملف سميتو القبائل طلقو ودو. وكان هنا اعاده انتخاب ترامب وتعيين روبيو وزير الخارجيه كان عندهم اثر فوري على كاع الملفات. كيفاش البلان؟ ان شاء الله غادي نشوفوه في حلقه قادمه. دائما المغرب هو الأصل والباقي تحياتي.